الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الشخصيات المهمة في واقعة الطف، وإن كانت كل الشخصيات لها أهميتها، هي شخصية سعيد بن مرة التميمي. لما تتوفر فيه هذه الشخصية من أمور مهمة وملفتة، أنه شاب في 19 من عمره، في مقتبل العمر. هذا الشاب عندما سمع أن الحسين عليه السلام يستنصر، يطلب الناصر والمعين، مباشرة ترك زهرة هذه الدنيا وتخلى عن فورة شبابه وعنفوانه ليتوجه لتلبية نداء الحسين سلام الله تعالى عليه. فعشقه لله سبحانه وتعالى وذوبانه في الله عز وجل يذهل هذا الإنسان عن نفسه. عندما يغيب الإنسان عن حسه شوقا لله تعالى وذوبانا في ذات الله سبحانه وتعالى، حينئذ يندفع هذا الإنسان لأن يلبي نداء الله عز وجل. وإن كان في تلبية هذا النداء هو قتل هذا الإنسان، فإنه يعشق هذا القتل لأنه ينقله إلى ذلك المحبوب ويقربه من ذلك المعشوق. وهذا ما كانت تتميز به شخصية سعيد بن مرة التميمي، ولكن دفعه شوقه إلى الله سبحانه وتعالى لأن يتخلى عن كل ملذات هذه الدنيا وكل زهرة هذه الدنيا. ولسانه لسان بقية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين عبروا بهذا اللسان: والله ما طلقنا حلائلنا ولا أعرضنا عن زهرة دنيانا إلا لكي نفدي الحسين وآل الحسين عليهم السلام. عندما سمع سعيد بن مرة أن الحسين عليه السلام يطلب الناصر والمعين، وصلت هذه الكتب إلى البصرة، خرج من المجلس الذي كان يجلس فيه قاصدا داره، فوقف على باب الدار وصاح: أماه علي بسيفي ولامة حربي. فهذه الكلمة استفزت الأم، خرجت: بني ما بك تنادي؟ ما الذي جرى؟ قال: أماه لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. قالت: بني، لماذا تقول هكذا؟ قال: إن الحسين عليه السلام يطلب الناصر والمعين. الأم بطبيعتها وفطرتها تندفع دائما نحو الولد، لكن عندما تدرك هذه الأم خطورة المرحلة، ومن هنا كان اندفاع أم سعيد بن مرة التميمي لأن تقول لولده: بني، إذا التقيت بالإمام الحسين عليه السلام فسلم على الحسين عليه السلام. وهذا يدل على أن هذه الأم لا تبالي أن يذهب ولدها إلى ساحة المعركة، مع يقينها أنه سيستشهد في هذه المعركة. بعض الأسماء تختزن صفات شخصية صاحبها. المخزون في مكنون هذا الإنسان يدل على أنه إنسان حر، كما هو حال الحر ابن يزيد الرياحي. والحر هو الذي يكون حرا في عقيدته، حرا في تفكيره، حرا في اتخاذ قراراته. سعيد ابن مرة التميمي أيضا اسمه يدل على أن هناك الكثير من الصفات التي تختزنها هذه الشخصية، والتي تدل على أنه إنسان سعيد. ومعنى السعادة أن يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه، حيث أنه منتهى السعادة إنما يكون في ظل العبودية لله سبحانه، والطاعة لرسوله، والطاعة لإمام زمانه، حتى لو كان في هذه الطاعة هو فناء هذه النفس وموت هذا الإنسان. ولذلك سعيد ابن مرة التميمي عبر عنه الحسين عليه السلام أنه سعيد في الدنيا
لأن منتهى السعادة هو أن ينال الإنسان هذه الشهادة التي عبر عنها بأنها الفوز العظيم، ولطالما كان يصبو إليها أولياء الله ويرغب فيها أنبياء الله. وأما في الآخرة فهو أيضا من السعداء، حيث يعبر القرآن الكريم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذا يدل على إنسان، على أنه صحيح هذا الاسم يختزن كل معاني السعادة في شخصية سعيد بن مرة بن مرة التميمي. فجاءته بلامة حربه وسيفه، ركب سعيد جواده، توجه نحو الحسين، وإذا بصوت من خلفه ينادي: بني سعيد قف لي هنيها، عاين إلى ورائي، وإذا هي أمه: أمه ما تريدين؟ قالت: بناي انزل من على ظهر جوادي. نزل من على ظهر جوادي بني سعيد، حملتك في بطني 9 أشهر، سهرت بك الليالي. بناي أوليس لي حق عليك؟ قال: بلى أمي. قالت: بناي إذا وصلت إلى الحسين قل له إن أمي تبلغك السلام. بني سعيد لا تنساني يوم القيامة عند فاطمة الزهراء. قال: أمه وأنا أيضا لي عندك وصية. قالت: ما وصيتك يا بني؟ قال: أمه إذا رأيت شبابا كشبابي فاذكري شبابي، إذا رأيت عريسا لم يتهنى في عرسي فاذكري عرسي. أوصيت يما أوصيت، سمعي لفظ جوابي. شبان لو شفتيهم ضلت ذكر شبابي، أنا محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. تقل يما حسبتك تجي ويا لي شيعون وتشيعي لجنازة أمك فوق المتون؟ شو رحت قبل يا نور العيون؟ يماح يماح حسبتك تجي ويا الناس جناز وتشيع لجنازة أمك ويا الإعزاز؟ إي مع كبر الوالدة للولا. وصل إلى كربلاء، سلم على الإمام، سلم على الإمام الحسين. قال: أمي تبلغك السلام. قال: وعليها وعليك السلام، إن أمي وأمك في الجنة. ثم برز للقتال بين يدي الحسين، قاتل قتال الأبطال، وإذا بصوت من الميدان: أبا عبد الله عليك من السلام. أقبل إليك الحسين، جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره، راح يمسح الدم والتراب عنه وهو يقول: أنت سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ثم راح يخاطبهم جميعا:
جاوبوني يا ليوث الغاضر، جاوبوني أحادارتي الأعداء علي، جاوبوني دارتي الأعداء علي، جاوبوني بالعجل رحتم نداي، يجري دمعة والله مو سهلة المصيبة، يجري دمعة يا عاشقي وفارق حبيبه، يجري دمعة ويلتفت صوب الغريبة، يقلها زينب راحة واصحابي ضحايا، يقلها زينب عن نعور ماتوا ضمايا، يقلها زينب تجهزي باكير سبايا.